في مشهد لم يألفه التونسيون منذ 12 سنة، فتح يوم أمس شارع الحبيب بورقيبة للجولان وعبور السيارات، ورفعت الحواجز الأمنية أمام وزارة الداخلية، بادرة استبشر بها المواطنون كثيرا، معتبرين ذلك إشارة إلى عودة الأمن والاستقرار في تونس. شيء فرح كان هالحواجز والحاجز الحديدي جاتم على صدورنا، يحسسنا ان فيه 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 غبن وفيه فانقشعت، ونحس كمواطن تونسي ان الطريق مفتوح، يعني المسار بدا ينفتح برفع الحواجز هذه. اي بادر حسينا اللي ثم تو ولينا ثم امن، وتغيرت المنظر نتاع شارع الحبيب بورقيبه بصراحه. تو انا معي بنتي صغيره فرحت، تعمل لي ما كنتش نخزر لهم، كانوا امن، كان قرياش، كانت كذا، تو نحس بحول الله تونس في خير، وتونس قاعده في المسار الصحيح، وان شاء الله ربي يوفقنا وربي يستر الجميع. بالصباح اليوم هبطت اكسبيريس نشوف الحكايه هذه معناتها صحيحه ولا لا، وحاجه باهي منظر معناتها هكا فتح حاجه باهي وما بين سيكيورتي. فين برشا اللي نحاول برير، فرحانين برشا. اخضر انت توا نحاول برير وفما برشا بوتيات، ما شاء الله باهي هكا تساعد تونس، تحيا تونس. نويت هذوما داموا 12 سنه اكثر من اللي يلزم، يا ريت بكل صراحه واحد يفرح باش البلاد تنظاف. خزرت كي قدام الوزاره فهمتني، ولا فرحت حاجه معناها تفرح فهمتني، بوتياج ياسر ديجا. بدينا نحسوا في احنا فيما مرتاحين ان شاء الله، ان شاء الله بدينا. وأما إن شاء الله يكملوا البقية هنا شتكشفوا. عدد من المواطنين اعتبروا أن رفع الحواجز الأمنية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة سيكون أثره إيجابيا على المستوى الاقتصادي والسياحي، مثمنين تزامن ذلك مع تاريخ عيد استقلال تونس. برشا أولادي توا مازالوا كيقالوا لي أول مرة في حياتنا نتعداو الكيس هذا فارغ، فرحانين. ولادات سامبوليك نتاع لو 20 مارس إي فريمون بيان شوازي، فرحانين وتخي زيمو. أنا فرحان برشا اللي نلقى وين ندور ولدي نهار عيد الاستقلال، وين يشوف بلاده من غير حتى حاجز لا حديدي ولا معدني، ويصدر بحرية في بلاده. أخيرا انفتح يعني أمام مقر وزارة الداخلية بعد 13 سنة من الإقفال. يأتوا السياح وشوفوا هذا المنظر وشوفوا التسكير المغلق التام أمام الوعد، يقول لك لا يوجد أمان، لكن الان والحمد لله يوجد الامان. وننصح التوانسه الكل باش يخرجوا يسهروا ولا يمشوا كذا، راهو ما عادش فما كيما قبل، راهو اكل خوف هذاك نحوه وكل الرعب، راهو الحمد لله ولينا في امان. والله ما احلاها توا انا كهبت يعني من الكار قلت يا ربي تفرهيدة ولا يعطيها بالصحه، احلاها ما احلاها مفرهدة تونس باهيه ونحبوها ديما هك. بادرة طيبه ان شاء الله مؤشر خير على بلاد التونسيه. شارع بورقيبه هو نبض العاصمه، واليوم اصبح حرا. تشوفوا التوانسه كيفاش فرحانين به، ان شاء الله بادرت خير على تونس ان شاء الله. ويذكر ان رئيس الجمهوريه قيس سعيد اذن يوم امس خلال زياره له الى وزاره الداخليه بشارع الحبيب بورقيبه بالعاصمه برفع هذه الحواجز الامنيه.